ونصيحة عامة لكل الطلاب، عدو الطالب هو أميغوس. أهلا فيكم في قناة ميرا. اليوم رح نسوي فيديو مختلف، اللي هو رح يكون أول فيديو من سلسلة العودة للمدارس. هاي سلسلة من زمان عم خطط لها، وهي قرابة عن 17 فيديو فيها الكوميديا وفيها النصائح، فيها كل شيء ممكن تتوقعوه. وحاولت في هاي السلسلة أني أنا أغطي كل الأفكار اللي ممكن تطرح في هذا الموضوع. بس قبل ما نبلش، لا تنسى أنك تشترك في القناة بالضغط على زر السبسكرايب الأحمر إذا أنت أول مرة عم تشوفني، واضغط على زر اللايك إذا عجبك هذا الفيديو، ولا تنسوا الجرس عشان دائما يوصلكم نوتيفيكيشن كل ما بنزل فيديو جديد. وإذا حسيتوا أنه هذا الفيديو مفيد بأي طريقة كان، شاركوه مع صديقاتكم أو مع أصدقائكم على جروبات الواتساب أو الماسنجر. تابعوني على كل مواقع التواصل الاجتماعي، رح خليكم كل اللينكس تحت. وهلا يلا نبلش. حدد هدفك من هذا الشهر، دائما خلي أهدافك ما تفوت ثلاثة عشان تضمن إنجازهم كلهم. نسوي ثلاث أشياء بأكمل وجه أفضل من أنه نسوي 10 أهداف ونضيع وقتنا ونشتت حالنا بكثرة الأهداف وفي الآخر ما نسوي ولا شيء. دائما حطوا في بالكم أنه الكواليتي أفضل بكتير من الكوانتيتي، بمعنى أنه الجودة أفضل من الكمية. اكتب أهدافك الشهرية وحطها في صندوق يذكرك بيها، وارجع لها في آخر الشهر وشوف إذا زبطت معك أو لا. هذا الشيء أنا كتير بستعمله وكتير بيحفزني أني أنا أنجز، خاصة إذا بلاقي حالي سويت كل أهدافي بأكمل وجه. استعمال البلانر ضروري جدا للتخطيط عشان نعرف شو لازم نسوي وشو ما لازم نسوي. وهون رح أعطيكم مثال. سوي خطة أسبوعية تقربك من الهدف اللي بدك توصله، وخذ كل راحتك في التخطيط، ومع كل نهاية أسبوع قيم حالك وراجع أهداف الشهر عشان تشوف عم تقدم لقدام أو لا. وأكيد جايز في كل يوم لازم بتكون عنا شغلات لازم نسويها، حاولوا أنكم تركزوا على أهم ثلاث أشياء لازم تسووها باليوم. أبداً لا تكثروا من المهام اللي لازم تسووها بيومكم عشان ما تشتتوا أنفسكم أو تحسوا بالملل، ولا تكونوا أبداً من هدوك الناس اللي ينطبق عليهم المقولة الكثرة وقلة البركة. خليك دقيق جداً في التخطيط، وحدد لك المهمة عدد معين من الساعات عشان ما نكون نبني على الفراغ. لما تيجوا تخطوا ليومكم، نظم المهام حسب الطاقة، بمعنى إذا كان عندك شيء تسويه يتطلب منك مجهود كبير، سويه وقت تكون في كل طاقتك وهيك. وإذا كنتوا من النوع اللي ينسى كتير، علقوا دايماً التودو ليست تبعكم على الحيط، أو استعملوا تطبيق تودو ريمايندر. هذا التطبيق مفيد جداً وبيساعدكم إنكم تتذكروا الشغلات اللي لازم تسووها بيومكم، وزي ما شايفين هون كيف طريقة استعماله. وهلأ نجي لآخر نصيحة. علقوا على الحيط جدول الشهر وعمروه بالأشياء المهمة اللي عندكم. وأنا بما أنني طالبة فأني بستعمل هذا الجدول خصيصا لدراستي الجامعية فقط. مثلا أنا بستعمل اللون الأزرق عشان بيذكرني بالكورسز اللي عندي بالجامعة، والأحمر عشان يذكرني بالإكزامز، والأصفر بالهومورك، وبالأخضر لما تكون عندي ريفيجن لامتحان معين. مثلا هون بيكون عندي امتحان فبحط العلامة الحمراء، وهذا يعني قبلها لازم أذاكر، فبيجي هون وبحط اللون الأخضر اللي يرمز للريفيجن، وهكذا. هاي طريقة جايز مفيدة جدا لأنها بتخلي عندك رؤية عامة عن شو لازم تسوي بالشهر، وكمان بتذكر بكل التواريخ، لأنك كل ما تفوت لغرفتك رح تطلع عليها، فبتظل دايما متذكر تواريخ الامتحانات وتواريخ الهومورك تبعك. نصيحة عامة لكل الطلاب، عدو كل طالب هو الإهمال وقلة التنظيم، فخلوكم دايما مواظبين كل يوم، ودايما مكتبكم مرتب ومنظم، وبعدوا عن كل المشتتات خاصة جايز الموبايل عشان تكونوا more productive. غير هيك جايز، لما تيجوا تنظموا على الأجندة تبعكم، أفضل وقت مناسب هو الصباح بكير أول ما تصحوا من النوم أو قبل النوم. وأنا بصراحة بنصحكم قبل النوم، ليش؟ لأنه غالبا الصبح ما بنكون إلنا ننفس وبنستيقظ يعني بصعوبة، وأحيانا بنستيقظ متأخر فما يكون عنا وقت إنه ننظم فيه وقتنا. فلذلك عشان تكونوا أنتم ضامنين حالكم، أفضل وقت إنكم تنظموا فيه في الأجندة تبعكم يكون قبل النوم. وهيك جايز وصلنا لنهاية الفيديو، ترقبوا إن شاء الله الفيديوهات القادمة. بعتقد إنه الفيديو الجاي رح يكون how to be productive after school، بمعنى كيف يكون مذاكرتنا فعالة بعد المدرسة. بليز جايز إذا عجبكم هذا الفيديو شاركوه مع أصدقائكم عشان هيك أسوي لكم فيديوهات أكثر وأتحمس. وخلينا نوصل هذا الفيديو لألف لايك.
شو رأيكم؟ قادرين عليها؟ قدها وقدود يا بيبي، عشان هيك اتحمس واصور لكم فيديوهات اكثر. ديروا بالكم على حالكم واحوالكم وقلوبكم، نلتقي ان شاء الله في الفيديو القادم. ارمون يا بيبي، سلامات يا هوا، بسلامة، باي باي.